استاذه نجلاء تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، لو سمحت حضرتك، انا خلفت ابني على سن كبير، عندي واد وحيد بس جبته على 42 سنه. طيب. وكنت نادره له عقيقه، بس جيت بعد نويتها، بس جيت الامر ان انا ما قدرت، الفلوس دي جوز اتصرف فيها وما قدرتش اعملها. طيب يعني انت دلوقتي قلتي لله عليا ان انا اعمل له عقيقه. ايوه. قلتي كده ولا قلتي ايه؟ ايوه قلت انا ان شاء الله، انا قلت ان شاء الله ناوي اعمل له عقيقه، ونويت وجبت والفلوس كانت. طب معلش بس معلش انت قلتي ايه؟ انا قلت ان شاء الله هعمل له عقيقه. طيب هو كده يبقى انت لم تنذري، ولكن انت قلتي ان شاء الله لما يحصل كده عامل كده، لكن انت ما قلتيش لله عليا ان انا اعمل عقيقه، ولا انت كنت عايزه طب قولي لي انت عايزه، قولي لي بتسالي عن ايه يا استاذه نجلاء؟ انا خايف، انا لو ما قدرتش اعملها له، لو اتعجزت على عمايلها، لان الدنيا زي ما حضرتك يعني الاحوال بتتغير يوم عن يوم، هل ده هيبقى عليا بذنب، او مثلا ابني ممكن يحصل له حاجه او كده؟ اجاوبك وانا بس عايزه اقول لك حاجه قبل ما تقفلي. احنا عندنا في سؤال تاني بعد اذنك. طيب خلاص، بعد ما تساليني السؤال الثاني هبقى اسالك السؤال اللي انا عايزه من السؤال الاولاني. اتفضلي السؤال الثاني يا استاذه نجلاء. بالنسبه للاحلام، انا دايما احلم ان انا مع راجل ثاني، وابني مش معايا، وابني في حته ثانيه، ودايما اقوم مفزوعه كده من النوم، ودايما هو ده ابنك الوحيد ولا انت عندك اولاد ثانيه غير ابنك اللي خلفتيه 42 سنه؟ ما عنديش حد تاني، ما عنديش الا هو. طيب هو مركز حياتي كلها. ما هو ده المشكله، ما ده اللي انا كنت هكلمك عليه دلوقتي. احنا عندنا قدر كبير جدا 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 من الوسواس. احنا عندنا وسواس، صح كده؟ تمام. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، يبارك لك، فعلا الحته دي عندي. طيب انا هجاوبك يا استاذه نجلاء على الاثنين. استاذه نجلاء ببساطه خالص، عشان بس حتى نعالج الوسواس اللي عندنا، انت ما ندرتيش. طيب نفترض ان انت قلتي لله عليا ان انا اذبح حقيقه لو ان ابني لما خلفتي هذا الولد. لو قلت كده وما قدرتيش تعملي العقيقه، خلاص هتطعمي 10 مساكين. خلاص يبقى انت غايه المراد، لو ان انت قلتي لله عليا ان اذبح حقيقه وانت ما قدرتيش، يبقى هتطعمي 10 مساكين. خلاص ارتاحي بقى وهدي بالك، عشان احنا عندنا مشكلة اكبر. ايه هي المشكلة الاكبر؟ هو علاقتك بابنك. ابنك دلوقتي هو صغير، الامر هيستفحل بعد كده، بعد الشر يعني احتمال كبير جدا جدا ابنك ما يعرفش يتجوز، احتمال كبير جدا جدا ابنك ما يعرفش يعيش حياته بشكل طبيعي. لازم تسيبي ابنك يعيش حياته بشكل طبيعي. هذا الخوف ممكن يأذيه مش ينفعه. طب تعملي ايه؟ تسيبي ابنك يعيش حياته بشكل طبيعي. واللي عندك ده لازم تعرفي ان انت متدخلة دلوقتي في حفظ الله. ابنك ده مش ملكك، ابنك ده عبد لله، فالذي يحفظه مولاه، أليس الله بكاف عبده؟ فانت مش انت اللي بتحفظي ابنك، ده مولانا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظه. فبالظبط كده، انا عايزك تفهمي الكلام اللي بقوله لك ازاي. بالظبط كده، واحد متشال على كفوف الراحه، عنده ناس بتحمل عنه كل شيء، وجي واحد ضعيف خفيف بيقول له انا هشيل عنك كل ده، ولا يقدر يعمل حاجه. ولذلك مين الذي يحمل ابنك؟ الله. فانت ما تسيبيش وتتعلقي بحولك وقوتك، حولك وقوتك مش هو اللي هيحفظ ابنك، ابنك محفوظ بحفظ الله. كل يوم كده استودعي ابنك في الله، قولي له ولدي حبيبي أعلم أنني أحبك، ولكن الله يحبك أكثر مني، ولذلك أنت في معية الله وفي عناية الله. قولي كده لنفسك على الأقل كل يوم 10 مرات لغاية ما يهدى الحال اللي أنت عندك فيه ده، وربنا يصرف عنك هذا الأمر.